كمال يوسفي، مؤسس مجموعة الهاشغراف ورئيس مجلس الإدارة. اليوم وقعنا اتفاقيات مع لا دي دي ومع إينوفيكس لتطوير برامج لتأهيل الشباب المغربي ورواد الأعمال في المغرب العالم المغرب العربي عن طريق برامج تأهيلية وتدريبية ومهنية، وكذلك عن طريق توفير استثمارات للشركات الناشئة، كذلك المقاولات الكبرى والصغرى لتهيئهم للتحول الرقمي. بالنسبة لي أفريقيا عندها جميع المكونات باش تكون واحد بيئة مزدهرة للتحول الرقمي، والمغرب كيلعب دور كبير لأنه يعتبر بوابة أفريقيا وفي نفس الوقت يعتبر بوابة لأوروبا. والحمد لله في المغرب عندنا كفاءات عالية في التكنولوجيا وفي تسيير الأعمال، وقررنا باش نستمروا هنا في المغرب ونبادروا برامج أعمال اللي كتشمل القطاع المالي، قطاع العقارات، قطاع الصحة، فيما يخص التطوير الرقمي واستعمال التكنولوجيا العميقة والحديثة. بالنسبة للمغرب أسسنا باسم مجموعة الهاشكراف عندنا صندوق استثماري مخصص لرواد الأعمال والشركات الناشئة اللي كتطور حلول رقمية مبنية على التكنولوجيا العميقة بما فيها الذكاء الصناعي، إنترنت الأشياء، بلوكتشين وتكنولوجيات أخرى. وحجم الصندوق الاستثماري اللي عددناه لهذه البرامج هذا كي توفر على 100 مليون ديال الدولار اللي غادي تتوزع في على مدار 5 سنين الشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والكبرى، يعني الستارت اب والاس ام ايز، سمول اند ميد سايز انتربرايزز.